وبالعودة للاستعدادات الجارية لمهرجان العالمين الجديدة، أيضا تنضم إلينا مباشرة من العالمين الجديدة مراسلة إكسترا نيوز ميرنا عادل. ميرنا، بعد التحية، بالتأكيد أن التحضيرات والتجهيزات تجري على قدم وساق والكل في انتظار هذا الأمر. تحياتي دعاء، تحياتي مشاهدينا الكرام، نرحب بحضراتكم من استوديو قطاع أخبار المتحدة للخدمات الإعلامية من مدينة العالمين في أعلى نقطة من مدينة العالمين الجديدة، هذه المدينة الساحرة التي تحققت فيها كل أحلام المصريين إلى حقيقة. هنا في مدينة العالمين كل شيء الآن دعاء كما ذكرت على هبة الاستعداد انطلاقا لهذا المهرجان الهام الذي يعد الأكبر في الشرق الأوسط والوطن العربي. كل شيء الآن دعاء يتم بأن يكون بأفضل صورة لاستقبال الزوار من كل دول العالم ومن كل بلدان الوطن العربي في صورة مشرفة تسعى مصر أن تقدمها من مهرجان يعتبر هو الأول من نوعه. مهرجان يجمع توليفة مختلفة ما بين الرياضة، ما بين الفن، ما بين الترفيه، ما بين الفعاليات الثقافية والفولكلورية. كل الأشياء تجتمع معا في مهرجان تقدمه مصر وتقدمه العالمين الجديدة لكل دول العالم لأول مرة. هذا المهرجان ستستمر فعالياته طوال موسم الصيف، يعني 44 يوما من الفعاليات المستمرة على مدار اليوم، من البطولات الرياضية، من الفعاليات الترفيهية، من الإبهار، من الحفلات الضخمة. تستعد مدينة العالمين الآن، وهي الآن على هبة الاستعداد كما يمكن أن نقول، لاستقبال ما يزيد عن 1,000,000 زائر من كل دول العالم. وبدأ الآن وبدأ اليوم ومنذ أمس حقيقة بدأ توافد الزوار بشكل ملحوظ. بدأنا نلحظ يعني أعداد كبيرة تتوافد على مدينة العالمين استعدادا لبدء هذا الحدث الهام، لبدء هذه الفعاليات الثرية. الفعاليات دعاء تقدم لأول مرة في توليفة مختلفة، يعني نتحدث عن فعاليات رياضية مثل بطولة كرة القدم الشاطئية التي سيشارك فيها ما يزيد عن 100 لاعب من أبطال هذه اللعبة حول العالم من خلال الاتحاد الدولي لهذه اللعبة، أيضا بطولات في التجديف والجودو والبادل، بطولات لسباقات السيارات ولطائرات الار سي وللعديد من الرياضات الأخرى التي ستشارك فيها اتحادات هذه الرياضات الدولية داخل مدينة العالمين في جمهور كبير وعروض ليس لها مثيل هنا على شاطئ البحر الأبيض المتوسط. أيضا سيكون هناك فعاليات ترفيهية، ربما على سبيل المثال ولا الحصر سيكون هناك يعني حفل العالمين أورس والذي سيتم توزيع الجوائز فيه، ويعتبر هذا الحفل الأكبر في الشرق الأوسط من ناحية توزيع الجوائز، سيتم توزيع الجوائز العالمية في كل المجالات. أيضا سيكون هناك عرض أزياء عالمي سيضم أكثر من 10 مصممي أزياء من كل دول الوطن العربي، 10 مصممي أزياء سيأتون بثقافتهم وأزيائهم وتراثهم وكل شيء يتم هذا العرض هنا في مدينة العالمين. سيكون هناك أيضا عرض للسيارات سيسمى بموكب الفراعنة، 100 سيارة فارهة ستجوب مختلف المناطق هنا في مدينة العالمين الجديدة. هذه الاحتفالات بالأساس ستقام في 3 أماكن رئيسية. المكان الأول هو المنطقة الشاطئية التي نراها في خلفنا في الشاشة، هذه المنطقة التي تمتد بطول 14 كيلومتر بطول ساحل مدينة العالمين، وهذا الطول يعتبر الأطول في الشرق الأوسط وأكبر أكبر ساحل في الشرق الأوسط هو بطول مدينة الأسكندرية بالكامل لو أردنا أن نوضح حجم هذا الكورنيش وهذا الساحل الطويل. ستقام هنا العديد من الفعاليات، ربما منها أيضا الحفلات المسرح التي ستقام يعني على شاطئ البحر الأبيض المتوسط، أيضا ستقام حفلات ورقصات فلكلورية هنا على ساحل بحر الأبيض المتوسط من قبل كل فرق الفنون الشعبية، ستقبل إلى هنا في منظر جمالي رائع. أيضا سيكون هناك بالطبع حفلات ميجا ستارز الوطن العربي والتي سيشارك فيها ميجا ستارز الوطن العربي، إن كان يعني ستبدأ هذه الحفلات بحفل ميجا ستار تامر حسني في 21 من يوليو، ولكن عدد كبير من ميجا ستارز الوطن العربي أيضا سيشاركون في هذه الحفلات. نتحدث عن يعني كل ميجا ستارز الوطن العربي، رغب علامة وإليسا وأنغام، كل ميجا ستارز الوطن العربي وعشاق يعني
يعني كل هؤلاء النجوم سيقبلون إلى هنا داخل مدينة العالمين في حفلات كبيرة بدأ الحجز لتذاكرها منذ أيام قليلة. ده نتحدث أيضا أنا من أبرز الأماكن التي ستستقبل هذه الأحداث تكون المنطقة الترفيهية والتي الآن على أهبة الاستعداد أيضا لاستقبال أعداد ضخمة داخل هذه المدينة وأيضا مدينة الفنون والتي تعتبر من أكبر مدن الفنون في الشرق الأوسط. هذه الصورة من مدينة العالمين ومن هذا المنظر الساحر. وإليك مرة أخرى دعاء. جزيل الشكر لك ميرنا عادل على هذه الإيضاحات وهذا الملخص للاستعدادات الأخيرة قبل انطلاق هذا المهرجان. جزيل الشكر لك.